مع انطلاقة صوت هذا الجرس يتوجه الآلاف من طلاب التعليم الابتدائي والثانوي في مختلف مدن ومديريات محافظة حضرموت صوب مدارسهم بمختلف مستوياتها والانتظام في مقاعدهم الدراسية إذانا ببدء العام الدراسي الجديد. بداية السنة صراحة كان إقبال كبير من قبل الطلاب، نسأل الله عز وجل إن شاء الله أن تكون هذا العام يعني عام دراسي متميز ومن تفوق إن شاء الله إلى تفوق. عودة تأتي في ظل تحديات صعبة من شأنها أن تحدث إرباكا في سير خطط العملية التعليمية هذا العام، ومن بينها تزايد تضخم العجز بالكادر التدريسي وعدم توفر الكمية المحددة في خطة احتياجات المحافظة من الكتاب المدرسي. وعلى الرغم من العجز الموجود في قوام المعلمين وقوام 1052 معلم ومعلمة، ومن خلال متابعة الأخ المحافظ مع المؤسسات الداعمة للتعليم تم توفير 300 معلم، والمتبقي أوعد الأخ المحافظ بمتابعته مع الجهات ذات العلاقة خلال الأيام القليلة القادمة. ورغم تلك التحديات إلا أن السلطات التعليمية كانت قد عقدت سلسلة لقاءات بالقائمين على القطاع التعليمي والعمل على تهيئة الأجواء المساعدة في استقبال الإقبال الكبير للطلاب على المدارس. استعدادنا لاستقبال العام الدراسي 2016-2017 وفق خطة وضعت من قبل مكتب التربية بالمحافظة وعكست حجم الجهد المبذول من قبل السلطة المحلية، كان الاستعداد وكان الاستقبال كبير جدا جدا جدا، حتى أصبحنا الآن يعني في ضائقة في استقبال واستيعاب الأكتاف الطلابية. وفي إنجاز هو الأول على مستوى الجمهورية، تمكن القائمون على قطاع التعليم بالمحافظة من وضع منهج موحد لرياض الأطفال، منهين بذلك حالة الإزدواج والتعدد في المناهج التي يتم تدريسها في رياض الأطفال بالمحافظة. عام دراسي جديد ترتسم ملامحه في حضرموت، ورغم التحديات الجمة التي تواجهه من نقص حاد في الكتاب المدرسي وصعوبة في توفير المعلمين، إلا أن هنالك حالة تفاؤل تسود الجميع بالقدرة على تجاوز تلك الصعوبات والظفر بعام دراسي هادئ ومميز. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.